أسأل الله عز وجل يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اليوم معنا درس التفسير للمسار المشترك، وموضوع الدرس سورة الرعد. لماذا سميت هذه السورة بسورة الرعد؟ لعل الحافظ لهذه السورة والمطلع عليها يعلم أن السورة سميت بهذا الاسم لورود الآية، لورود قول الله عز وجل: ويسبح الرعد بحمده. والرعد هو معروف وذكر اسمه في القرآن الكريم، ولذلك سميت هذه السورة بهذا الاسم. هذه السورة اختلف هل هي مكية أو مدنية، والصحيح أنها مدنية. عدد آياتها 43 آية. السورة تكلمت عن مواضيع عديدة، منها بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي، وكذلك نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا يعني نمر مرور على بداية على سورة الرعد. فالله عز وجل أخبرنا في هذه الآيات وبهذه السورة عن تعنة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار عندما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ينذرهم ويبشرهم، ينذرهم إذا خالفوا قوله وقول الله عز وجل، ويبشرهم إذا أنهم أطاعوه بدخول الجنة. فمشركو قريش تعنتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يرفضون دعوته كل يوم بحجة، فمرة يقولون ساحر، ومرة كاهن، ومرة يقولون ائتنا بآية، نريد آية من السماء، نريد آية حسية. يطلبون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بغية تعجيزه عليه الصلاة والسلام، وليس مقصدهم هو الإيمان أو رؤية هذه الآية، وإنما هو تعنت من الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون: هل لا أنزل عليه آية معجزة حسية تدل على صدقه، على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم؟ كما بين الله عز وجل في هذه الصورة عموم علمه وإحاطته بكل شيء، فالله عز وجل محيط ومطلع على كل شيء، وسيأتي معنا بيان ذلك في آيات الله عز وجل. ثم أخبر الله عز وجل أنه جعل لكل إنسان ملائكة، ملائكة تتعاقب في حفظه ورعايته وإحصاء عمله، وأنه سبحانه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم انتقل الله عز وجل وذكر أن من ينتقل من الإيمان والكفر من الطاعة المعصية، وإذا أراد سبحانه بقوم عذابا وشدة بسبب أعمالهم الخبيثة، فإن إرادته لا بد أن تنفذ فيهم. هذه الآيات التي سنطلع على جزء منها ونأخذ تفسيرها، يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. بداية الله عز وجل يخبرنا ويقول عن الذين كفروا، ويقول الذين كفروا
لولا أنزل عليه آية من ربه. فهؤلاء الكفار كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل عليه آية، فرد الله عز وجل: إنما أنت، يقصد يا محمد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فالله عز وجل لم يجعل لمحمد أن ينزل الآيات من نفسه، وإنما هذا الأمر بيد الله عز وجل. يستطيع الله عز وجل أن ينزل تلك الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم هو منذر لهذا القوم. ومعنى كلمة منذر أي أنه مرسل من عند الله عز وجل لإنذار الناس، ينذر ويوصل الرسالة ويهدي الناس فيهتدي به من آمن به، ويعرض ويصد من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فحقيقة دور النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهمها الكفار، وكانوا يظنون أن هذا الأمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل رد عليهم فقال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. المقصود بهاد اختلف أهل العلم، فذكر بعضهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعضهم أن لكل قوم من كفار من الكفار إمام، وذكر بعضهم أن الهادي هو الله عز وجل. ولعل هذا هو الأقرب، لأن الله قال: إنما أنت منذر يا محمد ولكل قوم هاد. فالله عز وجل يهدي من يشاء من عباده. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. فالله عز وجل انتقل إلى محور آخر مهم جدا ينبغي علينا كمسلمين أن نتمعن في مثل هذه الآية: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. ما تحمل كل أنثى الله عز وجل يعلمه، هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو صحيح، هل هو مريض، هل سيحيا، هل سيموت، هل هو سعيد أم شقي. فالله عز وجل يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. وما تغيض أي ما تنقصه أو تسقطه الأرحام. فالله عز وجل يعلم أن هذا سيحيا أو أن هذا سيموت. وما تزداد، فبعض النساء قد تحمل بالطفل فتجلس أكثر من 9 أشهر، فالله عز وجل يعلم من المرأة التي ستحمل فتنقص عن هذه 9 أو ستزيد عن هذه المدة. وكل شيء عنده عز وجل بمقدار، بقدر واحد لا يتعداه. فالله عز وجل إذا قدر الأمر لا يمكن أن يتغير، فله الحكمة وله القدر. قال الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة. وإنما هذا مثال، فالله عز وجل كما أنه يعلم ما تحمل كل أنثى، إلا أنه عز وجل عالم الغيب والشهادة. فالله عز وجل يعلم كل غيب ويعلم كل شهادة. فأي شيء غاب عن أعيننا نحن الناس الله عز وجل يعلم هذا الأمر، وأي شيء شهدناه ورأيناه الله عز وجل يعلم هذا الأمر. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ليس فقط الغيب الذي لا نراه، وإنما حتى ما توسوس به نفسك الله عز وجل يعلمه، كما يعلم الشهادة، كما يعلم الذي تراه أنت إذا رأيت الآن بيتك أو رأيت بابك أو رأيت البيت أو رأيت المسجد فأنت تؤمن بهذا الأمر. فالله عز وجل لله مثل الآية يعلم مثل هذا الغيب حتى لو لكم نراه نحن. الكبير المتعال، الكبير على خلقه، المطلع عليه، المتعال العالي على خلقه، المحيط بكل شؤونهم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. الناس إذا أسريت القول له لن يسمع إلا من أسررت له. أما الله عز وجل مثل الأعلى، سواء أنت أسريت حتى لو في نفسك، فالله عز وجل مطلع على ما أسريت كما هو مطلع على ما تتحدث به. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل. ومعنى كلمة مستخف أي مستتر في الظلمة بحيث لا يراه أحد، لكن عند الله عز وجل الله مطلع عليك حتى لو استخفيت بالليل. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سارب أي ذاهب في طريقه يبصره كل أحد. فعندما تذهب في ليل أو تذهب في نهار
كلاهما عند الله عز وجل مطلع عليك ومحيط بما تعلم وبما تعمل. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. لعلنا نتوقف عند هذه الآية ونذكر بعض الشواهد والقصص التي تدل على عظم علم الله عز وجل وسمعه وبصره. ولذلك نصوص كثيرة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: حدث موقف بين خولة وصفوان، خولة وزوجها، عندما ظهر عليها فدخل عندها وقال: أنت علي كظهر أمي، عندما لاحت وغضب عليها قال: أنت علي كظهر أمي. فلما قال هذا الكلام سقط في يده، قال لزوجته: لقد ظهرت منك، أنت علي الآن كظهر أمي. فبكت هذه المرأة وولولت عند هذا الرجل وطلبته أن يعفو عنها، إلا أنه قال: هذا الأمر الذي حصل مني. فتوجهت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن زوجي قد ظهر مني. عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم وتلك المرة إلا ستارة. تقول: فكنت أسمع بعض الكلام وبعضه لا أفهمه. وهذه المرأة تبكي وتتناجى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتطلبه: يا رسول الله، إني نثرت شبابي له، ثم بعد هذا العمر ورعايتي له ولادتي لهذا وكبر سني يظاهر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد بنت منه. وتستلطف النبي صلى الله عليه وسلم وتسترحمه. وفي تلك اللحظات التي لم يكن أحد يسمعهم إلا الله عز وجل، أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العظيمة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فانظر أخي الكريم إلى عظم علم الله عز وجل وعظم سمعه. فقد سمع هذه المرأة وهي تبكي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها لم تسمع لبعض هذا القول. الشواهد في هذا الأمر كثيرة والنصوص عديدة، إلا أنها يعني سنذكرها فيما بعد. نمر مرور على بعض الأنشطة على هذه الآيات. عرفنا بداية الصورة وأنها تكلمت عن المشركين وأنهم يطالبون بآية، ثم علم الله عز وجل وأنهم مطلعون على شيء على كل شيء. فنختار موضوعا مناسبا لتلك الآيات ثم ندونه، لأن من تلك المواضيع المناسبة هو عظم اطلاع أو عظم علم الله عز وجل. فمن أسماء الله عز وجل العليم، فهو مطلع وعالم بكل شيء. ومن المعاني التي مرينا عليها في تلك الآيات: لكل قوم هاد. وأشرنا إلى أن لكل قوم هاد، لعلكم تفكرون معي إخواني الطلاب، ما المقصود لكل قوم هاد من خلال الآيات السابقة؟ لعله كما ذكرتم يتبين أن الهاد هو الله عز وجل، فهو الذي يهدي من يشاء من عباده. من الكلمات كذلك: وما تزداد، في قول الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. ما المقصود بكلمة تزداد وهي في الحمل؟ نعم، واضح أن كلمة تزداد هي ما زاد عن مدة الحمل، عن 9 أشهر. له معقبات، في قول الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. فالله عز وجل له معقبات يتعقبون الناس. المعقبات هم الملائكة الذين يتعقبون الناس، فبعضهم لحفظ هذا العبد وبعضهم لإحصاء عمله وكلامه. سواء، ولعلها سواء وليست سواء، سواء منكم من أسر القول. المقصود أن المستتر في الظلمة والمجاهر سواء، المتعال العالي عن خلقي المطلع عليهم. هناك بعض الفوائد والأحكام من هذه الآيات، من أعظمها جهل الكفار برتبة النبوة، وأن الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو الوحي يوحى إليه. ومنها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الرسل إنما بعث للهداية. من الأمور المهمة سعة علم الله عز وجل، وتكلم معناها كثيرا. ولعل من الفوائد المهمة لهذا الأمر مراقبة الله عز وجل،
في السر والعلانية. فأنا عندما أعلم أن الله عز وجل مطلع على عملي فالواجب علي أنني أراقبه وأن لا أعصيه في السر. أن من وظائف الملائكة حفظ العباد وكتابة أعمالهم كما ذكرنا من المعقدات. ذكرنا كذلك في هذا النشاط العلم من صفات الله عز وجل. ما هي مميزات علم الله عز وجل؟ من الأمور المهمة أن نعلم أن الله عز وجل مطلع وعالم بكل الأمور، كذلك أن الله عز وجل عالم بما كان وما سيكون، فليس له حد كما بينا. من الأمور التي تميز علم الله عز وجل أنه يعلم كل شيء في السر وفي العلانية. في الآيات وردت أسماء الله عز وجل وصفاته، ولعلنا نستخلص منها بعض الأسماء والصفات. فذكرنا أن الله يعلم وأن الله كبير وأنه متعال. أسأل الله عز وجل ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.